وأبناء الوطن جزاهم الله خير بالداخل وبالخارج، عملوا العمل الجميل ده وقدموه كخدمة وكمبادرة كمنظمات، وعملوا تكاية وعملوا ختان وعملوا دعم للأسر المتعففة. ده كله مجهود من المواطنين إن شاء الله رب العالمين، من أخواننا بالمنظمات. أكيد دفع، لأنه الناس بقت كلها مع بعض وبقت متكاتفة وبقت إيد واحدة، وكلهم بيقوا ما شاء الله، يعني ما في زول خزل الثاني بجد، يعني الناس كلها بقت ايد واحده يعني في العمل الطوعي بالذات. فعلا العمل الطوعي هو واحد من ارضيات الدفاع عن السودان، لانه هو المحك الرئيسي لتقديم الخدمه للمواطن دون اجر. شعب حنين وقريب من بعض بسبب العمل التطوعي ده، يعني سبحان الله، يعني الشعب السوداني كله لجا انه يتطوع ويساعد بعض ويكون سند لبعض. احنا اول الحاجات اللي فكرنا فيها انه نجمع الشباب ديل كلهم بمختلف توجهات وانتماءات السياسية والفكرية تحت أرضية مشتركة وغاصب مشترك واحد متعلق بإسناد معركة الكرامة وهم البناء الوطني. أحييهم تحية كبيرة على صمودهم، على بسالتهم، على إنه في النهاية أنا مقتنع تماما إنه البلد دي، خرطوم دي، حترجع يوم من الأيام. ما إحنا ما عارفين زين دي بيت الله، لكن حترجع والناس الخرطوم دي حتكون أفضل وأحسن وأبرك إن شاء الله. أنا محمد حاج أحمد محمد عيسى، مدير مكتب صحة منظمة المصباح الخيرية للتنمية. منظمة هي وطنية تعمل في كل مجالات التنمية. قامت المنظمة بحمد الله وبعونه وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، قامت بعدة أنشطة ومشاريع، من ضمنها أسسنا خلاوي النساء والرجال، وقمنا بنشاط ختان جماعي في يمكن 4 أنشطة في ولاية الخرطوم لأكثر من 357 طفل، وعملنا كذلك شاركنا في وعندنا تكية مستمرة الحمد لله رب بحمد الله تعالى، وشاركنا في إصحاح البيئة، صحة البيئة، في أكثر من موقع، وشاركنا بحمد الله تعالى في برضو اللي هي بعض الأنشطة، وشاركنا مع الرياضيين وشاركنا مع رجال الدين، وعندنا مشاركات كثيرة إن شاء الله. العمل الطوعي هو واحد من أرضيات الدفاع عن السودان لأسباب كثيرة، لأنه هو المحك الرئيسي لتقديم الخدمة للمواطن دون أجر وبتطوع خالص لوجه الله تعالى. فمستصحبين بذلك، يعني هنا مستصحبين بذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: هنالك اناس اختصهم الله بقضاء حوائج الناس، فحبب الخير فيهم، حببهم في الخير، حبب الخير فيهم، اولئك الامنون من عذاب يوم القيامه. فالدفاع عن ارض السودان عن طريق العمل الطوعي هي دي من الاولويات. كيف؟ في أول حاجة نحن من خلال المنظمة يعني بنبس يعني روح المشاركة بين المجتمع، بنخلي المجتمع كله يكون يعني وحدة ولحمة واحدة، بنشاركهم في هموم، بنشاركهم بكثير من الحاجات اللي احنا قاعدين نقدمها زي ما قلت لك زي التكايا وغيره وغيره، فهي دي ذاتها في حد ذاتها هي ذاتها دفاع. اوجه لهم: من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والعمل الانساني والطوعي عمل فيه كثير من الراحة النفسية، لانه انت لما تقوم تقدم لك لانسان اي عمل طوعي بتحس براحه
نفسية. فأتمنى لكل الشباب إنه يعني ونحن بالذات يعني اليوم نحن في اليوم العالمي للتطوع إنه يعني كل الشباب، أنا لما أقول كل الشباب بس تصحب الشباب والشابات ذكر وأنثى، فأتمنى كلهم يعني يشاركوا في العمل التطوعي لوجه الله تعالى، لأنه ده أجره ما يكفيك إلا الله سبحانه وتعالى. فأتمنى من كل الشباب إنه نشاركوا في العمل الطوعي، بالذات البلد في هذا الظرف الحرج الصعب، الناس بتحتاج لبعض. فأتمنى من كل الشباب يعني أنا يعني أترك يعني أقول لهم دني داء يعني، ولكل المنظمات ولكل الشباب إنهم يعني يشاركوا في كل أي عمل طوعي. وعاش السودان، وعاشت الراية عالية خفاغة، وعاش كل أي إنسان قدم لهذا الوطن. معكم خاري عبد الرحيم أحمد، مفوض عمل طبعا ثاني ولاد خرطوم المكلف. دار أقول إنه صار يعني صراحة في آثار، أنا أفتكر في آثار إيجابية للحرب في ولاد خرطوم، في آثار إيجابية اللي هي إنه تكاتف الناس وتعاضدهم وتعاونهم بقى أقوى. يعني لو لاحظت هنا التكاية حاليا في محل الكرر فقط في أكثر من 250 تكية. التقاعد دي عبارة عن إنه في كل حلة أو حارة أو كده بيكون في مجموعة من الشباب أو الكبار يقوموا يجمعوا تبرعات من هنا أو من أهل المغتربين، يجيبوا حلة حلتين وفر فيها العدد أو الفول أو البليلة أو كده. دي حاجة كويسة جدا، الناس متضامنين لأنه للناس الأحوج، الناس بيكون في مراكز إيواء أو كده بيجي يشيلوا، ده بيدل على تضامن الناس. في ناس بيدفعوا من هنا، في ناس بيجيب من برا، في تبرعات حتى من الناس غير سودانيين بيشوفوا الحاجة في التلفزيون يدعموا الحاجات دي. فتقول انه يعني قوت من مستوى التعاون والتعاضد بين الجيران، بين الاهل والاغارب، بين كل الناس هنا. يعني برضو واحد من اثار الحرب تقول انه بينت الاخلاقيات السودانيين صراحه كده. يعني هسه مضرمات البسيط، يعني انا في شهر 7 السنه الماضيه عملت حصر للنازحين من ولايه الخرطوم او الوافدين الولايات الاخرى، وجدت زي انه كان في ولايه الجزيره استقبلت حوالي 3 مليون يعني نازح من ولايه الخرطوم. ال 3 مليون ده سبحان الله لما تابعتهم لقيت انه 90% منهم ساكنين مع اهلهم واغاربهم في المدينه المدني والمدن او المزرعه ولا الجزيره او الغرى، يعني اكثر من 80% منهم. الباقين ده يمكن في مراكز ايواء وكده. في نفس الحاجه في ولايه الشماليه، ولايه الشماليه على بعدكم شهر 7 الماضي كان لجوليه اكثر من 1,220,000، لقيت 1,200,000 ده ساكنين مع اهلهم في الشماليه عامه في المنازل وكده، اقل من 20% ده ساكنين في مراكز الايواء. ده يدل انما يدل انه يعني اخلاق السودانيين، الشهامه والكرامه والحياه دي فعلا. يعني نحن نسمع الناس انه بيقولوا في 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 الناس غلوا الاسعار مثلا في البيوت، الناس بيقوا استغلوا الظروف البسطاء، لكن دي اذا حسبناها العدد كله لقى حياه ضئيله ضئيله، لكن انا بتكلم فيها كثير. لكن دي حاجه بالمقارنه مع هنا، على حسب معلوماتنا انه انا قاعد اتابع وضع ابناء ولاد خرطوم في المحليه في الولايات الثانيه عن طريق المفوضين الولايين، بتصل عليهم الاعدادهم الخدمات المقدمه لهم كده. فلقيت انه يعني معظمهم يعني قاعدين مع اهلهم وقاربهم مكرمين ومعززين. فعلا في بعض الاشكاليات لكن بصفه عامه وضع العام كويس. يعني اعتقد انه الحرب دي اكدت على شنو؟ شهامه الشعب السوداني، وفعلا يعني 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 شجاع قاعدوا لدرجة بذات الناس قاعدين دي اللي هسه. طبعا الناس طلعوا دي اللي كل الظروف، دول عنده بنات صغار، بنات شباب خايف عليهم بيطلع، دول يخاف على اهل ما في حاجه، لكن برضه في ناس صمدوا وقعدوا ليه هسه قاعدين. فاقدر اقول انه ثاني في حاجه انه يعني صراحه نحن على قناعه تامه انه الجيش ده حينتصر. يعني مستحيل انه ميليشيا دي تستلم البلد دي، نحن طالما على ظهر البلد دي والله يعني ما اعرف، لكن نحن كمواطنين نرفض تماما انه تحكمنا زي الميليشيا دي، ونحن مستحيل نحن عايشين يعني تحكمنا، نحن صراحه باطن الارض احتلينا من ظاهره انه تحكمنا. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى رعينا ملتقى شبابي كبير جدا جدا بضم العديد جدا من الاجسام الشبابيه. على سبيل المثال شباب غاضبون والهيئة الشبابية لدعم وإسناد القوات المسلحة ومتطوعي مستشفى النو، وأنا ديل بالتحديد برسلون يعني رسالة شكر وتقدير خاصة، لأنه بيعملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، وكانوا أول المتطوعين منذ انتلاء هذه الحرب
رئيس في مستشفى النو اللي تعتبر الآن هي أكبر مستشفى عامل داخل ولاية الخرطوم يعني، وشكل إسناد كبير لها جدا بأقسام المختلفة، سواء قسم شؤون الهوية، قسم التغذية، قسم الأدوية وغيرهم من المنظمات والمبادرات. ولا يفوتني أن أذكر تحديدا مبادرة التبرع بالدم التي تداعى لها قطاع كبير جدا من المنظمات الشبابية والهيئات والاتحادات والأندية الرياضية، مثل هيئة البراعم والناشئين، هيئة رعاية البراعم والناشئين والإخوة في مبادرة تجمع الرياضيين بقيادة الكابتن فيصل حنان. أكيد دفع لأنه الناس بقت كلها مع بعض وبقت متكاتفة وبقت إيد واحدة وكلهم بقوا ما شاء الله، يعني ما في زول خزل الثاني بجد، يعني الناس كلها بقت إيد واحدة يعني في العمل التطوعي بالذات، يعني في مبادرات كثيرة قامت، في منظمات كثيرة وقفت في الحاجات دي، بجد كان في دعم نفسي أكثر كمان لأنه الناس بجد كان نفسياتها تعبانة شديد بأثر الحرب اللي حصلت لهم بجد. والحمد لله يعني ما شاء الله اشتغلت أكثر حاجة في للطفل أكثر حاجة، ولدور في دور اللواءات ما شاء الله بيوزعوا ملابس وبوزعوا وجبات وبيعملوا دعم نفسي للأطفال، بيعملوا يوم خير للأطفال وبوزع في المستشفيات ما شاء الله وجبات كثيرة. أنا عوض مبارك حبيب الله مؤسسين منظمة أيدينا الخير ومسؤول المنظمات بالوحدة محلية الفتح، وحدة الفتح شرق، عضو بالمكتب التنفيذي. والله أكبر تحديات اللي بتواجه العمل الطوعي عدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة، اللي هي من مفترض تكون مسؤول الإجراءات في المفوضية أخونا الوالي، السادة المدراء التنفيذيين بالمحليات، لحد السادة المنسقين بالوحدات الإدارية. مفترض العمل يكون مع الأجهزة الأمنية منسق ومرتب عشان يعرفوا عن شنو المعلقات والمسببات. يعني الحمد لله رب العالمين في عجات بيجينا مرات من دون ما يرجعوا للمفوضية، والعمل ده خاطئ، لكن أي زول داري يعمل عمل بتأخير مفترض يجي بالأسس والضوابط اللي هي بتتبع شنو المفوضية القومية، بعد ذاك بعد تنسيق مع السيد الوالي، السيد الوالي مع السيد المدير التنفيذي، السيد المدير التنفيذي بعد ذاك برجع للسيد شنو مدير الوحدة أي إن كانت في أي محل، بعد ذاك مع المنسق العام لرؤساء اللجان بننزله على أرض الطبيعة إن شاء الله رب العالمين، لأن رؤساء اللجان مستهدفين اللي هو الفئات الهشة إن شاء الله رب العالمين بيعرفوها، وبعد ذاك العمل بترفع إن شاء الله. أنا زينب حسب الرسول، نيرس في المستشفى الميداني العسكري، متطوعة لدي المؤسسة التعاونية الوطنية. والله بتمنى من كل الشعب السوداني إنه يتكافل ويبقى إيد واحدة، ودي الفترة اللي بجد إحنا محتاجين فيها لبعض، يعني لو ما تواجدنا في الفترة دي وشلنا من آلام بعض ومن أحزان بعض ومشاكل بعض، فما في داعي نبقى سودانيين أساسا. يعني الشعب السوداني معروف شعب متكافل في بعض، يعني حتى في الدول العربية أو في الدول البر الخارجية، فبتلقى دائما السودانيين كلهم بتلموا يسكنوا جنب بعض، حتى السودان لما يلقى أخو السودان في الشارع فتلقى بسلم عليه كأنه بيعرفه مع أنه ما في سابق معرفة، بس كوني أنه ده سوداني وده سوداني، فالحنية موجودة الحمد لله في السودانيين، ونتمنى أنها تدوم، ونتمنى أن الشعب السوداني يفضل شعب متكاتف، شعب حنين على بعض، شعب يتفقد بعض. We'll be right back.